الحظ زاد تعنت و و و و و و انا يا ناس واجد تعبا دنيا ما فيها ما او تلعب على الحبلين او تقلب شكلك شكلين حتى لو تصير اثنين من ايدي لا لا مدفوت انا الحوت انا الحوت لو يلف مثل الثعلب ويتعب ثلاث وثلاث وثلاث لفة صدقوني أنا مثل الزيبق أزرق قلبك وكلي ثبات صادق 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 انت تكتك وأنا بتكتك ما تغمض عيني وتبات مخي وزنه ألف بمخك دفت من إيدي هيهات صادق 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 البنك يا معود ترى ضابط عيسى حرقنا حرق يا منقعنا عن بيت وحيد يا عن بيت خطيبته يا لاحقينها يا لاحقين امها ولا ابوها يا معود متى ما خلص من هالموال هذا ما انا عارف شو اقول لك يا اخوي يا عبد الله صراحه القضيه هذه عقدتنا صارت لنا مثل العظم اللي في البلعوم صارت هل هو اسمه وحيد هذا مدوخنا سبع دوخات تعرفين شو نسوي اياه يا متذكر بحارس عمارة يا متذكر بصبي والله العالم المرة هذه مش متذكر فيه انزين قول لي نعم ما في اي تطورات بالقضية هذه خاشة حضرة الضابط عيسى لا ترى للأسف ما في ولا جان قلت لك تدري فيني ما غش عنك صراحة أنا كل ما نقول خلاص قربنا عند وحيد بنقبض عليه يبتعد أكثر وأكثر البني آدم أنا ما نعرف شلون الظروف تخدمه ما نعرف كل ما نقول خلاص يلا بنصيده الحاج باخر لحظه لا تخاف ما رده بيطيح بدينا يعني وين بيروح؟ ثاني اقول لك يمكن هالقضيه فيها ترقيه ولا علاوه مني مني ما تدري اي ترقيه اي بطيخ الله يهداك يا عبد الله الترقيات يوم يعرفون من حقه يعطونهم الناس عليهم بالظاهر بالضباط يا الله من فضله تلاقيهم كرشين لا وكل يوم الثاني صورهم رززة بالجرايد عبالهم هم اللي يركضون ورا المجرمين ويصيدونه ما يدرون ان كل الكرف والتعب علينا احنا صدق كان زين يصكونا بترقية يا معود ترين هاد حيلنا واحنا ندابك ورا المجرمين هاي القهر مش اقول لك يا عبدو لا بعد معوية مستانس ورايح حق ابوي يركض اللي ناجع بالثانوية وياي ب 64 بالمية راح يكمل دراستي كان تلقاني يا رئيس قسيم ولا مراقب ولا مدير لا رايح اركض حق ابوك ابي سياره جديده مالت هات سياره مره واحده يا معود كلها ثانويه وما توكل خبز لا يكون عبالك دكتوره شو اسوي؟ مو انا لو لاقي واحد يسطرني طراقات ويفهمني ان شهاده الثانويه العامه ما توكل خبز
كان عرفت ولا الوقت هذا وقت الشهادة الجامعية؟ خلى على الله وانا اخوك يا معود، هزمن هذا ما هو زمن شهادات، زمن مناصب وكراسي. ايش قصدك بهالحكي؟ اللي اقصده واضح، شوفني معود نكد ونتعب لما ينهد حيلنا، واخر الشهر شنو؟ نستلم هال 600 دينار ولا 700 دينار؟ 700 دينار؟ شفت كيف في مره 700 دينار؟ ابي اعرف عن اجر البيت ولا مصاريف الماكله ولا غسل السياره والاثاث؟ لا وكل شيء بصوب ومصاريف المدارس بصوب ثاني، واخرتها تطلع مطلوب حقه وزاره المواصلات ولا التامينات ولا الكهرباء والماي، قصدي الطاقه. لا وبالاخير بعد البنك يحجز على معاشك، ليش انك كافل واحد والحبيب من هاشم ودافع؟ معاك حق يا عبد الله، المعاش باول الشهر طاير وباقي الشهر طار من الوالد، لو كل مسؤول عاش على معاشه حال حال اي مواطن كان عقب يومين تلقاه بالطب النفسي، لكن حضرتهم يلا من فضله عايشين بقصور ومو حاسين بالفقير، مو حاسين في موليه، اللي عايش بغرفتين كنا بمحكر حمام محكور. وين صاج؟ كل شيء يزيد سعر الدبلات والمعاش ثابت ما يرتفع ولا يزيد، محلك سر. على صاحب الجثة؟ وتقريبا اللي اقتلوه. اقتلوه؟ ليش هم كم واحد؟ اقتلوه؟ ليش هم كم واحد؟ نطروا شوي. شوفوا وتعلموا. صدق انك حوت. اي نعم حوت. حوت. اللي ما حد من يدي فوت. اوووه. اش مني تذكرت؟ لا تنسى اليوم موعدنا المغرب. لا حبيبي، مناسب حفل التكريم. ايوه. ان شاء الله يكون فيها جنبيزه، تدري الحين اخر الشهر والجيب فاضي. على الموعد، بس ايش رايك نلتقي هني حق السؤال في الطريق؟ ايه انا عارف قصدك تبينا نحش. الله يقطع ابليسك، والمقدم عيسى راح يكون موجود ولا لا؟ لا زين ما يبي يروح. من صدقك وهو ضابط قضيه الجثه المدفونه ومو هو رايح؟ اما انا بعد مثلك مستغرب، بس اقول لك الضابط يشيل نفسه، انا وياك نبي احد يشيلنا. تسمح الضابط؟ يصرخ من كلمة راسه؟
سوي روح ما ادري بوجهك يعني؟ شنو ما ادري عن شيء، شنو شو السالفه؟ سالفه اليوم وجوه رئيس جيمس بوند اللي مسويها حضرتك. ايه عبد الله عليك بموضوع ممكن تمينون يا معود، روح عشان يخش بالبشار وياك، انا بقضي برضي وانت كيف تدبر نفسك؟ روح متوهق انا. روح يا معود روح. تحتاجني باكر؟ روح 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 اشوف شغله. روح تحتاجني؟ روح 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 بسيطه. عبد الله نعم طال عمرك. يلا ست يلا شو معك شو معك؟ خير خير صاير؟ في جريمة. جريمة؟ ايش جريمته؟ في حالة قتل، محاولة ان واحد يقتل من السواق التعابة ذيلي اللي عندهم لا ضمير ولا عندهم ذمة. ربط معازيبه الشايب طقه والحرمة ربطها واخذ الفلوس وهجم الحاشي. وين عيالهم؟ وين الخدم؟ وين؟ حسب المعلومات اللي عندي ما عندهم واحد، ما عندهم غير السايق والخدامة. الخدامة هي اساس البلد، متعاونة مع السايق. حتى الخدام اشترك اليوم بالجريمة؟ الحكي هذا ما يمشي عندي الحين. يلا بسرعة خلنا نشوف خلنا نشوف وهناك اتفاع مع كل شيء. يلا تفضل. في احد عندها ولا هذا صوت التلفزيون؟ احسن شيء ادش واشوف. وهيب ماما انت يجي؟ ماما حبيبي انت ليش ما يرد على امك؟ ماما ما في وحيد، انا بورتر. يبي زي انا فهيون ان شاء الله. ازوري ان شاء الله. انت قبل لا يجي يسوي تق في الباب يدخل على مره يمكن فساخ يبي ينام. ايه مو وين الدكتور؟ سيستر وين؟ سوري 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 ماما سوري. يلا بروح. ازوري ان شاء الله. خربوطه مربوطه مستشفى. شنو انا مستشفى؟ تقدر تقول لي وين كنت من كان وحليو عند ابوه؟ شو ما حسيت فيه؟ الشو ما شفته؟ ضيعت عليه فرصه لا يمكن التعوض. سيدي انا ما غبت هالمكان الا خمس دقائق، رحت ما رديت. الخمس دقائق هذه كانت كفيله لنصيد وحيدو، لكن باهمالك انت ضيعت عليه الفرصه هذه. سيدي والله شو اسوي؟ مو بيدي. اي من بيده؟ بيدي انا؟ انا وداك ما فيك صبر تصبر خمس دقائق؟ كيف صرنا وحيدو الحين قدامي؟ مو انت؟ القضية هذه ما تكملها شيء بتراسي. اي مرة ثانية؟ اي مرة ثانية؟ لك عيب انت عجلة؟ اطلع برا! مرة ثانية! شباب اسمع اسمعني زين، انت روح لك صوب الخش بسرعه اذكر. يلا وانت الخش لك الصوب، وانت خليك ورا السياره هذه ثابت. ها انتم تعالوا معي. يلا تعالوا قوم 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 سيدي محمد يوسف هات 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 محمد هات 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 قدام خش قدام. يلا خذه خذه قطع السيارة. تعصب عصب 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 قطع السيارة. هذا طاروس طبعا تحين وقته. يلا خذوهم. يلا 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 تعال برايا تعال. اركب 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 هناك قطع قطع داخل. اركب وياه اركب وياه. روح جلسك روح هناك اركب وياه. يلا زدتك. يلا يلا اركب. شباب كلهم موجودين. ايه كفو كفو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. آه سيدي هذه بقايا الدفة اللي ترمنا. آه يعني ماكو هالصوب الصوب بقايا مني طشر شغلتي. لا لا طال عمرك لقينا ولد تشتاشر على اسم الخيار. حلو حلو حلو. أنا بالتقرير هذا يوصلني للمكتب. بارك الله فيكم. يا يا حمد. نعم طال عمرك. من اللي بلغكم على جد مشافحة؟ ها حبيب هذا بلغنا بس ما عنده اي معلومات. يقول لك ماكو الا ما لقى الا رصاصه براس الجثه. حلو. ايه حلو. يلا شنو الجثه شنو؟ يلا لا جثه لا جثه لا جثه
انا اقول لكم شوفوا الجثه مو شلوا الجثه الحشوه فيها غلط بس يا ويلي من اللي طاح ما ادري منو انا الحوت اسمع يا حميد وانت عبد الله التقرير القدامي يقول ان الجثه المتحلله يعني صراحه صعب انت تعرف على صاحبها لان الرصاصه داشه براسه يعني حاله قتل 100% يعني والادله صراحه تقريبا معدومه زين طال عمرك وش الحل؟ عندنا بس خيط واحد هو متوفر عندنا في عندنا العلامه الموجوده هنا علامه الخياط موجودة اللي هو خياط خيط وبرة هي الوحيدة اللي عندنا موجودة يعني طال عمرك خياط خيط وبرة المجني عليك كان يتعامل وياه كفو عبد الله اللي بيمكم الحين تروحون حق الخياط خيط وبرة وتاخذوا منه جميع الأسماء اللي تعاملوا معاه السنة هذه أو السنة اللي طافت أو اللي قبلها فاهمين؟ يعني ايش معنى من سنة؟ لأن تقرير الأدلة الجنائية حددوا الوفاة لمدة سنة يعني أكيد المجني عليه كان يراجع الخياط في السنة هذه مو هذا المنطق ولا أنت تخيط كل 4 سنين؟ لا طال عمرك أنا من اشتغلت وياك وأنا أسبح باليوم مرتين وكل شهرين أخيط شادش من رخصتك طال عمرك المهم لا تداوم مباشر إجازة طال عمرك لا تداوم مباشر إلا وكل المعلومات المطلوبة عندي شاب يلا ايش فيك تخز جواكم الله جواكم الله يا الحيتان الصغيره انتبه احنا الحين حصرنا ما يقارب 100 نفر هذول يتعاملون مع الخياط من السنه اللي فاتت واعمارهم تراوح ما بين 25 ل 30 سنه حسب تحديد الطبيب الشرعي بس طال عمرك الاعداد كبيره يعني شفتهم انت مهولين ما شاء الله وايد يعني شلون نقدر نعرف صاحب الجثه من الاعداد هذه صعبه ماكو شيء يصعب على الحوت الحوت ما حد من ايدي يفوت ابيكم تراجعوا لي كل البلاغات بلاغات المفقودين من السنه الماضيه الى وقتنا الحاضر وتحصرونهم لي وتطابقونهم على الاعمار المطلوبه فاهمين؟ وبكذي طال عمرك راح نقدر نقلص العدد بصوره كبيره جدا. صدق حوت حوت تصدق طال عمرك لو افكر اني اسوي جريمه وانت موجود بهول. طال عمرك تم اجر اللازم. والمجموع طال عمرك فقط 5 اشخاص مكتوبين عندك بالورقه. يا هي بيضتوها يا الحيتان الصغيره. زين طال عمرك ايش راح تسوي الحين؟ والله يا حمد حسب اوراق الادله الجنائيه تقول ان المجني عليه كان في قدمه اليسرى عيب خلقي بس ايش علاقه الادله الجنائيه بالاسماء الموجوده؟ وهذا اللي راح نعرفه من تحرياتنا لمستشفيات الولاده والبحث في ملفات المواليد الخمسه زين طال عمرك ليش ما نخسر الوقت؟ ونسال عن عوائلهم. اي كلامك صحيح. بس لا تنسى ان الشرطه اهتمامها بالدرجه الاولى بالناحيه الانسانيه. فهي يهتمون بالمسائل الانسانيه. ها ما فهمت طال عمرك. انا اقول المساله يا جماعه احنا لو سالنا العوائل الخمسه راح نصدمهم راح ناذيهم. والمجني عليها يخص منهم عائلة واحدة فقط لا غير فشنو ذنب العوائل الأربعة هم عندهم أمل بأنهم إن عيالهم يرجعون عين العدل طال عمرك إحنا كل يوم نتعلم منك شيء جديد يلا لا تأخرون خذوا كتبكم رسمية وسووا لها تفضل سيدي أنا عبد الله تفضل هذه المعلومات طال عمرك اللي طلبت بخصوص القضية مالت السيارة هلا ابو موسى دوخني وانا ادور وراه حتى بنزين سيارتي خلص
ايوه انا لف 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 وراه. اي بس وين بيروح مني؟ ما راح اهده. وراه. عساك على القوة، مشكور ما قصرت. زين قول لي سويت الحين؟ وين وصلت وياه؟ اي الحين انا وراه. هو الظاهر شاف واحد ولحقه. لحق واحد؟ ايش قصدك؟ خزيته خزة كان لحقه. حركوا وهم كان احرك وراهم. زين الحين توينك فيه عشان ندز لك الشباب؟ يا حي الله ابو موسى. يودا 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 لا كبرت السالفه يا يودا عدل. شنو فيه؟ اي نعم يا مرام، هذا ابو موسى اللي كنت تدورين عليه من زمان، هذا اللي تلف اخوك. ما سويت قدامي. هو انا ما قدامي. وين رايح البيت؟ ما سويت شيء. يلا ما سويت شيء. اخذه من قدامي. تعال 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 ان شاء الله ان شاء الله. لا تقعد تخز ان شاء الله. يلا يلا ان شاء الله. موسى قدرت تلفت من القضيه الاولى، اشوفك ما قدرت تلفت من القضيه الثانيه. ها تعال بالك كل مره تسلم الجره. اي اولى اي ثانيه؟ انا ما سويت شيء. ما سويت شيء؟ كل هذا ما سويت شيء؟ اكو مجرم يقول عن نفسه انه هو مجرم؟ نسيت قضيتك الاولى لما استغلت فيها مسكين سالم، هالانسان الطيب اللي وثق فيك، خذيت سيارته ونفذت فيها جريمتك؟ انا مالي شغل، سالم ما هو المجرم، مالي شغل. طبعا مالك شغل، لانك لعبتها صح. اللي سالك اكثر نحشت سالم برا الديره وثبتت التهمه عليه، وكانت هذه غلطته. وهذه طال عمرك غلطه اغلب الناس. وعشان الواحد فيهم ما يتم متهم وروح وتعال وسين وجيم وطالبونه، يتم منحاش احسن ما يدش مغفر. تدري يا اللي يسمونك موس، لو سالم ما نحاش من الديرة وسلم نفسه كان قدرنا نثبت التهمة عليك، لكن للأسف أعطاك الحرية بطبق من ذهب، وانت قدرت تمحي كل الآثار تدل على انك انت استعملت السيارة. انتو ايش دراكم؟ يعني ما في ابو موسى بالديرة غيري؟ وانت على بالك احنا غافلين عنك يا ابو موسى؟ شوف احب اقول لك ولامثالك المجرمين، مهما بلغ المجرم من الذكاء والحذر لازم يطيح بشر اعماله، وانت هالمره طيحت القشره يا ابو موسى. قشره؟ هي قشره، وبدل القضيه درز القضايا. الله درز القضايا؟ وانا سويت ما سويت شيء. ما سويت شيء ها؟ تبيني اذكرك يا ابو موسى؟ انا حاضر اذكرك. القضيه الاولى بوقتكم لمحل الذهب، ها تقدر تنكر؟ والقضية الثانية نصب واحتيال، والقضية الثالثة غسيل الأموال، وغيرها وغيرها من القضايا اللي عليك بعد. ها واللي أدهى من هذا كله بوقتكم لسيارة البنك. سيارة البنك؟ سيارة البنك بعد بتنكر؟ اللي بوقتوها أنت وربعك. أبيك تقول لي من معك خير سعد؟ وشني علاقتك مع هذا اللي يسمونه ابو افيونه؟ انا ما اعرف لا ابو افيونه ولا ابو عيونه. شب! نكف يا ويهك! هذا اللي ناقص! خذوه! يلا خذوه قطوه في النظاره ما ابي اشوف وجهه. انا بريء ما بس ولا كلمه! تحرك يلا تحرك يلا تحرك. الو هلا سيدي. سيدي في قبل شوي اثنين عمال دشوا بيت وحيد، بس ما ادري ايش عندهم. انت متاكد ان اثنين دشوا البيت هذا قدام عيونك؟ سيدي متاكد، شايفهم بعيوني الثنتين، اثنين داشين داخل، بس يمكن اللحظه اللي كلمتك فيها بالتليفون اكيد نط ونحاش الفريج الثاني. وينك؟ وينك انت؟ انا ماني قايل اتحرك من مكانك، وبعدين معاك انت يا عبيد، وبعدين ايش فيك انت؟ ايش فيك انت؟ ما تفهم سيدي، بس انا ما اقدر اكشف عن شخصيتي. شوف شخصيتك تنكشف عندي هناك مو مشكله، لكن تنكشفيني ما حد يدري عنك. انت هني غسال، هني تحري، ما حد يدري عنك. من بيشوفك انت؟ من بيشوفك؟ وبعدين معك انت ما تفهم؟ انت 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 لما شفته، لما شفت وحيد كان سالته، كان قلت له انت وحيد ولا مو وحيد؟ تجنيت انت؟ يسالك ولا توحد؟ قدامي قدامي كمل شغلك انت، كمل شغلك يلا قدامي. اسال وحيد اذا كان هني ولا مو هني. انت بس تدخل يلا، كم ساعه ها يا سعد؟ فك
فكرت بالعرض اللي انا عرضته عليك؟ حقيقي انا فكرت، بس تدري انا بريء. بريء. اشوفك انت تقطع بالكلام وتقول بريء وما بريء. كيفك على هواك؟ اذا انت بريء خلاص خليك تنقط بالسجن. انا بصراحه حبيت اساعدك واوقف معك، لكن لعلمك احب اقولك انا الحوت. عارف بس الخليج ما في حوت. اللي ما حد من ايدي يفوت وانت كلمت مره ثانيه وعلقت لسانك هذا قصه، فاهم؟ انا عمري ما اعطي الا فرصه واحده بعد فرصتين. فرصة ولا هذا؟ ان شاء الله. يا لثول يا لثول، جاتك هالفرصة ترى تفكك من السجن. الحوت عمره ما اعطى حق مجرم فرصة، لكن انت وضعك غير، وضعك مختلف. لا والله احنا عارفين انك انت ربعك اللي مرضينك بهالقضية ومحاطينك الضحية، بس انت اعترف واحنا بنساعدك. صدق لا، وبعتبرك شاهد بعد، وبكذي كون فكيت نفسك من السجن. انا الحقيقه ما ادري شان تحكون ولا عندي شيء اقوله. تبعدين ما فيك، ما تبي تحكي؟ اسمع، انا بقول لك يا البريء زين، والفلوس اللي لقيناها عندك من وين جات لك؟ الفلوس، الفلوس مو لي. هاي الفلوس منو؟ ليكون فلوس تبرعات واحنا ما ندري. ما تحكي، ما تقول من فلوسه؟ الفلوس هذه مو فلوسي، هذه فلوس التاجر اللبناني اللي اسمه إيهاب. تاجر لبناني؟ هو تاجر؟ وأكبر تاجر في لبنان. يعني قصك إن التاجر هذا هو دليل براتك؟ طبعاً. هاي بنشوف هالدليل هذا إيش بيقول. عبد الله شو أسوي؟ يلا إحنا معاك، تبغى نوصل دليلك. زين قول لي، انت التاجر هذا تعرفه من زمان؟ وين تشيك وتسالني؟ انت ضابط ولا هذا ضابط؟ شنو؟ شنو؟ متاسعينك انا؟ اكيد. حمد يا شكت، لا لا حسيب ولا احترامي، ما تشدني موجود انا؟ يا اوه زفوق، وين تشوف بس الثاني؟ ولا كلمه؟ وهو يتعرش. هذا التاجر اللبناني اللي انا اقول عنه اللي اسمه ايهاب. الحمد لله لك الحمد والشكر يا رب، فلوس ردت، فلوس حلال ما تضيع. بيت يا الاثول يا الزفر، حب اقولك ان هذا اللي تعتبره دليل براتك هو نفسه دليل ادانتك. ايش تقصد دليل براتي دليل رباتي؟ بهذا صدقت، لان رباتك هي وصلتك لادانتك. ما تحكي يا ايهاب، ما تقول لهم من انت؟ هش ولا كلمه، انا اللي بتحكي وانا اللي بقول لك. هذا اللي قدامك اسمه زياد. شنو؟ زياد؟ تعلمني فيه ايهاب؟ حبيبي ايهاب عندك انت وربعك، لكن عندنا احنا زياد. هذا الانسان منا وفينا. واحد منكم؟ ايش تقصد؟ اي نعم، هذا يشتغل عندنا مخبر، معانا مخبر، علشان نكشفك انت وربعك ونكشف اوراقكم. ايش تقول؟ مخبر؟ أنا قايل كيف؟ مخ زفر. شكرا سيد زياد، تعال ليه؟ حاضرين حضرة الضابط، نحن في خدمة العدالة. تفضل. قول تحكي عقب اللي سمعته وشفته، ايش تبي تقول؟ الحقيقة يا يقول أنا، الصراحة الفلوس مو فلوسي. حمد فلوسه؟ فلوس خطيبتي. حمد. نعم طبعا. روح نادر. احنا بنمشي معك باللي تبي، اي دليل انيبه على راحتك اللي تقوله احنا موافقين. ها وهذه خطيبتك وصلت. مرام خطيبتي؟ الله يابك. تحكي قولي ان الفلوس فلوسك. تحكي طول العمر على اذنك انا بروح اشوف الاحوال في فرنسا. اصبر خل اقول. تحكي لا مو صحيح، انت كذاب. انا خطيبك بزوجك كذاب؟ اي نعم كذاب وستين كذاب، ولا تبيني اوقف بصفك واكذب؟ طبعا لازم توقفين وياي، نسيتي اني انا احبك وانت خطيبتي ومتوعدين على الزواج؟ افعلك بس يا مرام. لا ما نسيت،
بس منو اللي قال لك ان بنات العوائل يرضون يتزوجون واحد مثلك حرامي ومزور؟ انت ايش هالحكي؟ انت قاعده شو تقولين؟ مو قلت لك يا ثوي مرام متعاونه معانا علشان نكشف اوراقكم؟ يعني مرام خطيبتي طلعت مخبره؟ اي نعم مخبره، حبيت اكشفك انت وربعك الحراميه واساعد المباحث في القبض عليكم. عاد ليش؟ انا اقول لك ليش. رفيقك ابو موسى كان صديق سالم اخو مرام، المسكين الطيب قص عليه واخذ سيارته، يقول انه بيروح فيها مشوار ويرجع. وليش ان اخوي سالم طيب وكان يعتقد ان ابو موسى محل ثقه عطاه سيارته، بس للاسف خان الثقه. وابو موسى خطط خطط عدل اني يبوق محل الذهب ونفذ تخطيطه وباق محل الذهب بشنو؟ بسياره سالم اخو مرام. لكن ابو موسى محى كل اثار الجريمه اللي تدل على انه هو صاحب الجريمه، ولبست التهمه على منو؟ على سالم. ومن يومها اخوي سالم برا الديره وموسى هو السبب، حرمنا من بعض. ومن يومها وانا ادور عليه لين شفتك انت عند الصراف ومثلت عليك بانه احبك وانت صدقت. وانا شكو ويا ابو موسى؟ تنسيت ان ابو موسى مختفي على الانظار؟ وكنت انت الخيط الوحيد اللي وصلنا لابو موسى. والحمد لله بفضل الله وفضل المقدم عيسى مو بس قدرنا نكشف ابو موسى، حتى الحرامي اللي باق سيارات البنك ووحيد لبس التهمه وتكررت ماساه اخوي سالم، بس كل شيء انكشف وبانت الحقيقه. كل هذا يطلع منك صدق اني اثول. مو قلنا لك اثول. هم بس اثول الا اثول وزفل. الحين دريت اني انا الحوت، انا الحوت اللي ما حد من ايدي يفوت. فهمت؟ سمعوني يا شباب، انا عندي شغل وبروح بي بعد شوي، وكل اللي ابي منكم تقعدون هني في مكتبي، لا تتحركون. نقعد مكتبك؟ ليش طال عمرك؟ مو شغلك، بدون اسئله نفذ يقعدنا وبس، فاهم؟ حاضر سيدي. زين اللي بس نعرفه طال عمرك، ممكن اعرف وين بتروح؟ شوف، ولا انه مو شغلك لكن بقول لك. انا بروح ازور ام وحيد واطمن عليها، زين؟ ما تبي احد يروح معاك؟ ما ابي احد يروح معاي، بروح بروحي. قعدوا في المكتب وبس. بس سيدي انت لا حول ولا قوة الا بالله. انا ادري تحن تلف وتدور عشان تعرف وين رايح وين جاي. بعد اذنك سيدي. بقول لكم. كل اللي منكم تقعد هني في المكتب، لان في لي صديق انا اتصل في التليفون بيجيني المكتب هني. قعدوا وانطروه، فاهمين؟ لا تتحركون، والمكتب مثل ما اطلع منه نظيف ارجع القى نظيف، مو تحوسون هيك؟ زين سيدي بعد اذنك، بس ممكن اعرف منو الشخص اللي تبي تنتظره؟ ليكون اللي ببالي. اي اللي ببالك؟ انا طول عمري على بالي انك انت حوت صغير تفهم؟ ولا انت؟ انت حاسوب؟ المهم لما كنت تقول في المكتب تحط بالكم عليه، لما يجي الشخص تطور له، فاهمين؟ شاء الله. يلا بارك الله فيكم. نعم، تفضل.